بلاش البرنامج عندي ما قلك ساسية تحكي في حكاية. أنا أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم صدقوني يعني أول مرة نحكي في عندي ما قلك قسما بالله العظيم حكاية لا تدخل العقل. بنتها في عكر دعارة مع راجل مهربها من الدار عنده 3 سنين عمل يرتكب في جرائم ويرتكب في كذا. الحاكم والشرطة غير قادرين عليه. أنا في عندي ما قلك مش نقدر عليه. شكيت في الفيرسيون سانسيرمون. وإذا كان قادر أنا باش نجيبه لهنا ألور لا يا أن بروبليم فما مشكلة كبيرة. يا في معلاش ما 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 مانيش حاسس اللي أنا لهنا في تونس واللي الحكاية هذه خيال وما عندها حتى ما عندها حتى علاقة باللي نعيشوا فيه. هاو باش تشوفوا كيفاش. اللحظة الحاسمة مع زميلة ريهام بن علي. ريهام مرحبا يا علي. اللي لا قاعد بجنبي بس انا باش نعطيك عمر 21 12. اي صحيحه قد منين جيت بس من سوسه؟ من سوسه. باش نعمل في حياتك؟ نخدم. شنو تخدم بالضبط؟ حويت. ما قريت ولا ما قريتش؟ ما قريتش. باهي ما قريت جمله ولا قريت وبطلت؟ ما قريت الجمله. باهي مع شكون عايش؟ تسكن وحدك ولا مع الدار ولا؟ نسكن وحدي. تسكن وحدك. باهي عندك فكره شكون جابك بحذانا؟ شكون استدعاك؟ ما عندك شك في حد؟ امورك مريقله ساهمتي ولا؟ نورمال مو مريقله. نورمال مو مريقله معناها فما شك انه تكون ماهيش مريقل هكا؟ ممكن. باهي من غير ما نزيد ندخل هكا نبربش. خليك تعب تبحث عليه غادي تشوف شكون جابك. باهي الله يبارك. مرحبا بك بسام. مرحبا. أهلا بسام. مرحبا بك عايش. مرحبا بك خويا. تفضلي. تفضل بسام. مرحبا بك سيدي. شحوالك؟ السلامة. قداش عمرك يا بسام؟ إجا هكا شوية. الله يبارك. زيد. قداش عمرك بسام؟ 21. 21 مازلت صغير. إيش تعمل في الدنيا؟ أي صغير. نخدم. 21 واش تخدم بسام؟ نخدم في الحوت. في الحوت؟ أه. سبورتيف أنت؟ أه. تعمل سبور؟ أي ظاهر على بدنك شوية اللي تعمل سبور. والله حاجة باهية في عمرك أنت وحوات وتقول فيها إيش بيه؟ بيان سور حوات ونص. إيش بيه الحوات؟ والله ما حوات تقول تصور في النهار ولا؟ نعرف. تصور برشا فلوس ولا؟ تحوت فيه مربوح ولا؟ في برشا مربوح. أنت ما تصطادش؟ أنت قشار ولا؟ أنا نخدم مع بابا. بوك وش يعمل؟ في المرسي. عنده نصب. بوك أه عنده نصب كبيرة. باهي. ويشري هو وأنت تبيع. تبيع بالديتاي انت؟ لا نخدم معاه هو يشري ونصبوا مع بعضنا. وتفهم في الحوت شويه؟ لا مش شويه يعني. مش نخدم عندي برشا. توا شنو اللي ماشي؟ كاروس فما؟ فما كل شيء. ورطه فما؟ فما. مناني ابيض احمر فما؟ فما كل شيء. تريليا؟ فما. تبيع حوت المربي تبيعه ولا ما تبيعه؟ لا من البحر. ولد بحر. اه. اي بي شكون اللي مستدعيك زعما الليله؟ شكون تضحك بس؟ لا مستغرب خاطر ما مستغرب اكيد فما بنية. عمرك ما انت يا نو ليه معناتها فما حبيبتك فما حد يحب يشوفك اكيد معلش شنو يحب يشوفني في البرنامج ما كيفاش يجيو لهنا اللي يجيو لهنا ما يشوفوا بعضهم في عندي ما قلت عندك شك في حد ما عندك شك في حد انا باش نقدم لك بعض المؤشرات لعل وعسى يقربوا لك يقولوا شكون صدعك اللي في برنامج عندي ما قلت لك انا المؤشر رقم 1 نسبكري قالوا ماذا من متهوم بالباطل شنقوه وماذا من قاتل بسر الله خطاه حاصينه فيها قاتل ومقتول خطيك البعثة يومين خاتين يلا أعطيني المباشر رقم 2 طب الناس بكري قالوا اللي بدا يتم واللي حصد يلم يتم واللي حصد يلم حاجة تبدأ يزمها توفى يتم واللي حصد يلم اللي حصده كاو هكا هاو؟ عملي ما فهمتش به الثالث المؤشر الثالث باش تفهم بالصفة عليك المؤشر رقم 3 طب ناس بكري قالوا صبري على روحي ولا صبر الناس علي نداوز روحي بروحي ولا حد يعلم بيا غنية صبري غناها غناها عبد الباب الحناش عرفتها صبري على روحي لا صبر الناس علي داوز روحي بروحي ايش انت ما تعرف شيء؟ يا خويا حل الستار شوف شكون استدعيني حل الستار ولا شيء لازمك تشوف الليله شكون استدعاك في برنامج عندي ما نقول لك
انت داخل تضحك وتلعب وجهك مش يتبدل. شوف شكون استدعاك ليلة في برنامج عندي منقول لك. سافا سافا سافا. لا انا سافا با. علاش سافا؟ الحمد لله. اش بك تضحك؟ نضحك. شنو نضحك؟ اش بيا نضحك؟ حاجه ما تضحكش. ايوا هذه معناها علاش جايبتني انا سافا. علاش جايبتني؟ شكون هي سافا؟ تعرفها انت ولا؟ نعرفها. شكون؟ نعرفها مرا. لا شكون؟ شنو نعرفها مرا؟ تي نعرفها كو. حتى انا نعرفها مرا. شكون هي؟ شنو علاقتك بها؟ ما عندي با حتى عارف. بي. هاي كيف شنو هذيك العلاقه اللي بينك وبينها؟ هاي سيدي يا سي علي هذيك ربي ما يجيش. اخ تحكم فيا انت لا ماهيش نحكم فيا. شنو تحكم فيا تو معناها شنو اش بيك تحكي هكا انت ساعه بشوي 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 انت اش بيك تحكي معايا هكا ساعه؟ انا نحكي معاك كوريكتومون بلباقه نحكي معاك بجديه وانت قاعد تضحك وتفدلك. مانيش مفدلك انا نضحك. تسمع به سيرك عمار. أنا ما هو سيرك عمار، هذا برنامج تلفزي، استدعيتك فرحنا بيك ولا ما حرجناش بيك ولا قمنا معك بالواجب ولا ما نستحقوش أنه معناتها تضحك من غير سبب، سانسيرمون. نحكي لك أنا نحكي تقول ولا وبليس تقول لي ما يجيش هكا، شنو اللي ما يجيش؟ أي شنو هو؟ شنو اللي ما يجيش؟ مازلت ما تكلمتش أنا، أنت ما تعرفش ديجا شنو اللي يجي وشنو اللي ما يجيش. أنا برجولية ما عنديش حديث نحكي معاه الإنسان هذيا. إيش تي شنو؟ تجيش تحط ليسونس ونار مع بعضهم إيه؟ ما تجيش. شكون ليسونس؟ هي ليسونس أنا النار ولا أنا النار وليسونس حالك كيما الزوز معناتها تشعلوا مع بعض. سي علي يا عمودي والله لا سهلة يا حشمي. سي علي هذا لا كريز هذا يقرا يا حشمي. كلمتين اسمعني. إي نسمع فيك. اقعد لهنا تحكي معايا أنا ساعة. نحكي معاك. سي علي على راسي وعيني. يا مدير احكي معايا أنا بشوي. شو تزبل؟ هو تحكي معها خير خاطر كان باش تحكي معها هنا ومش باش تتفض. هاي سيدي تبعني ليه؟ انت تعرف بنتها ولا ما تعرفش بنتها؟ بنتها كانت صاحبتي وكل واحد على روحه عنده بريود. انا باش نحكي لك مدام مدام كي وجه لك السؤال اتكلم. انا باش نحكي معك انت. انا باش نحكي لك الحكايه كيما حكيت هذه هي وقول لي انت شنو الصحيح فيها شنو الغلط؟ ودي نحكي سي علي هذيك ربي سي علي تو انا نجي نحكي وانت تقول. لا تو انا نجي نحكي وانت تقول مش معقول ما يجيش هكا. اسمعني اسمعني تسمع يا ودي اسمعني. نسمع فيك. انا باش نحكي لك الحكايه كيما حكيتها لي هي وقول لي شنو الصحيح فيها وشنو الغلط. اخزر اش قلت لك انا؟ قلت لك شي حكيت لي حكايه هاو باش نعاودها لك وتسكت. اسمعني اسمعني انت. لا انا مازلت ما كملتش ما قصيتش عليك. يزمك تقول لي شنو الصحيح وشنو الغلط خاطر انا الحكايه ظهرت لي غريبه. انا بصراحه قلت لها ما صدقتش. خليني نحكي لك. بالك عندك ما تقول وتقول الحقيقه وتقول الواقع عكس اللي قالته هي. كلامي معقول ولا مش معقول؟ معقول على الحكايه تقعد ولا ما تقعدش؟ برا خلينا نسمع. يا عيني علي توني معناها اسمعني سامحني راح سامحني راح تو انت اللي باش تحكي لي كل واني عارفه. أيه؟ انا زي تحكي لي واللي باش تحكيه لي انت كل اللي تحب تخرج وما تحكي ليهوش انا مانيش عارفه. يجبك تحكيه لي. عندك ثقه فيه ولا ما عندكش؟ بلاش قتلك. اعطيك الساعه يعجبني. انا الوليد هذا يعجبني. هاو علاش يعجبني؟ انا نحب الراجل. اش معناتها الراجل؟ الرجولي بقلبك. انت اللي نحبك بقلبك. كان دخلتها بعضها ايش نصلح؟ كان خطيك بلا خربط بلا دخلتها بعضها. واذا كان خطيك يا خويا خطيك اختار خربطتها ما خربطتهاش وما دخلتهاش بعضها وما خطينيش. اقعد من هنا قاعد هاي سيدي الطفله وهي مينور قاصر. انت جيت تهرب فيها من الليسي. ابي ابي استنى ولا ابي مدام لا ها 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 هي هي. مدام ما تعمل حتى كريماس يعيشك. وانت خذ الامور بجديه اكبس روحك والله العظيم باش تكبس ولا يعني انا شيء يضحك خاطر سبحان الله تنجم انت تضحك ضحكك ما تضحكش. لا انا اخوك الكبير ولا ربي يستر. اسمعني للخ نسمع فيك. راه مش تفاد ليك الحكايه. هي مش تفاد ليك مش شيء يضحك. انت هارب بنتها عندك 3 سنين وبي هذا اللي
قلنا زين من ابي حتى وشو برا برا قعدوش في ابي ابي ثلاث سنين وانت هارب الطفل لا يزهرب به تشد امها تضرب مشات شكيت والبنيه قاصت ما عملت حتى شيء اش قال لك اش قال لك بوه واصل قلت لها فماش واصل فما حق وفما قانون واللي بوه واصل يوصل على روحه وين يحب القانون يطبق على الناس الكل قالت لي انت ارتكبت جرائم هام الجرائم فتح محل للبغاء السري وكر بتاع دعارة تشغل فيه في بنته وتعلم فيها في السرق وفي النشلة وامها وامها مراتش بنتها عندها ثلاث سنين وين البنية يرحم بوك هات الطفلة يا ولدي راك باش تباسي راك هذا اللي قالته هاي عندك ما تجاوب جاوبني انا برك تحكي مع حتى واحد برجولية لعب تاع فين قرا اسمعني اسمعني اتكلم وعملت واستظهرت بما ينافي الحياة في الشارع قدام نمرة هذه يا سعلان يا هديك ربي هذه الإنسانة راهي تكذب وبنتها كل يوم في منظرها تفهم فيها وكانت ساحبتي نجم نتكلم ماني لا مدام ما تنجمش تتكلم مدام مدام وقت اللي نسألك أتو تتكلم خليني أنا وياه تو وبعد تو تتكلم فهم قولي الحقيقة بنتها كل يوم في منظرها كل يوم يروا بعضهم انت كل يوم يا مش مدام طبعاً اللي خليتك تتكلم ربع ساعة قبيل قصش عليك هو مدام يعيشك استحمل شوي خلنا نفهم الحكاية يعني انت حكيت الحكاية وهو يلزم يحكي لي الحكاية باش نفهمها الصحفية كي جد باش تجيبك اليوم ما قلت ليش خليني ناس صاحبتي معايا من باب حرب قلت لها قلت لي برجلي معك هي ولا مش معك معايش معها ثلاث سنين ولا ما كنتش عايش معها؟ لا مش هي اسمعني اسمعني هي كانت صاحبتي ما تو معايش صاحبتي لا الله محمد رسول الله وامها ما تحبنيش معاها فهمت كيفاش؟ اي واني واني ويا اصحاب اي هيكا وكل واحد مش على روحه قصيناها عندنا بريود ما نعرفش عندنا حكايه ايش بيعكم مش شهور اربع شهور عم تكذب ماهيش معناها معناتها ثلاث سنين قعدت معاك مش ثلاث سنين معايا عايش عام ونص يا ربي عمرك مش معايا سعالات قلت لك معايا وهرباها ما تكذب راهي معايا شنو وجهك مضروب انت تي ضربه شكون لا انا ضربه شكون ضربه يا سعالات دخلها بعضها انت لا لا مشيت نصر في وصارت مشكل حسيت كنت طري عامل بلبزة عملت لا لا انت ما تنكرش مدام عرفتك بنتها ما ننكرش اسمع عشت انت وياها وهربت على دارهم ما هربتهاش بيه سامحني فتحت محل ودي سعلي هديك رب بغا سري نعرف نعرف معناها شنو بغا سري شبيك سعلي هي قالت هذي تكذب سعلي شنو قالت صدق الله العظيم طفلة بحث أمها أنا بحث نعرف عليها طفلة ويني ما انت مش بحث كل يوم تقابل فيها قلت عندي ثلاث سنين ماريتيش يا دي ثلاث سنين شنو هو ثلاث سنين والله تكسب باهي مدام نعم هاي ركز يا ركز الله يبارك هاي تفضل مدام يكذب عليك السي علاء لا احكي معه هو تو انا باش تخرجني بدي انا باش تخرج لا خلاص هاي لا 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 هدي شبيه شبيه شنو السي علاء يديك ربي والله لا والله لاني هدي بارا باف اكبر سارق انا شالة احبالي يا سي علاء يديك ربي النشا والخلفة هذيك هي حويت منين حويت والله 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 انا شاهد رقميه دي قالت صحيح ولا مش صحيح تكذب بس علاش مش صحيح ما علاش اش ما جابش مع بنتها اش ما بنتها ما جاتش هاي قالت معاه قالت ثلاث سنين ما ريتهاش بنتي مخدمه شكايات عندو كي الجمهوريه اسمعني اسمعني انا قلت ماهيش مانيش كونتاكتي بها ما هي صاحبتي فهمت كيفاش وهي تكذب كل يوم ترفاها فهمت كيفاش ما هي نجم يكون معاك معاك اي شنو المشكل ما هي ما تحبهاش معايا فهمت انت تحب طول. امها تتوافق عليك تحب تخوها انت طفله يا مالا ها فلا انت يا سحلاه فرنان تخوها شنو بشويه 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 يا حبيبي من لسي علي ما تخوش بعضك اسكت 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 ريت هذي كل ما حقوش يتقى هي كان يجيبها تتعلم تسمع تقول لك تكذب امي انت تنجم تتعلم تسمع ولا نسمع اي انا قد عمرك مرتي اي ريت اللي تقال هذا الكل ما حقوش يتقى هي قالت يا ولدي بالشوية اللي حقه يتقال اللي هي حقها قالته البنية خرجت عن طوحها تحبك انت وانت تحب تخوه وهي مش موافقة يلموا الموضوع ونقعدوا نحكيه وبالك توافق لهم وفك علينا من الخماضة هذي ايش يلموا الموضوع
بدينا موضوع. تحب تلمه انت ولا تحاسب طفله؟ ما تحبش تاخذ طفله. ما راك مفتش عنك لدى السلطه الامنيه؟ يا شنو مفتش؟ علاش مفتش عنك؟ مفتش عنك بيان سور. علاش وانت جاي قلت الصحفي تعدى نهز صحابتي؟ صحيح ولا مش صحيح؟ يعطيك الصحه. دونك هي معاك. ايش اللي مول هي؟ اسمعني هي راي ما قلتلكش ماهيش معايا، راي معايا. اما شنو معناها كنت كتاب امها كل يوم تعبت لامها، معناها تقابل هي وامها وتقابلوا كل يوم تقابل امها، هي قالت لك عندها 3 سنين وهي قالت هذايا تو هذايا تو شوي تنجم تكون غالطه الام بشوي واحده واحده وفك عليك من الحبوسات ومن هاك ضرب ومضروب مدمدم من هنا في سهر في ديسكوتيك وحالتك حليله ماكل طريحه وانت من بلاصه الله ماكل طريحه عركه حزيت كريت طريحه جيت في الصداف فك عليك وصلنا طايحه من هوني زاد في الصدافه تيز يا ولد. لموا الموضوع ولا ما لموش؟ ايش لموا الموضوع؟ تحب تاخوها الطفله انت ولا علاش حطت؟ انا وياها من بعد هذيك تونا اخوها وتخوني هذيا بعد على لا امها هذيا انا امها ايش دخلني في امها سي علاش؟ انت علاش ما عندها ابوها هي الطفله وتستعرف ابوها عندها امها لا عندها امها شو ما تعرفش بامها سوا حليله نسبه وما يليقش اللي قاعد تقول في هذا نقولها لك برجوليه اسمعني مليح حبك راجل وسيد رجال وما تجيبش كلمات خايبه لروحك يجلموا الموضوع حاشتك بها البنايه ولا ما حاشتكش؟ قل لي ايه ولا تو انا نتصرف قل ايه ايه تيجي مدى شنو الخوم هذا؟ ايه نعرف يا قال لك حاشني بالطفله ايه مش صحيح مش صحيح وما نعطيها ليش وما نوفقش لا هي راجده تو مدى نعم راجده الطفله ما نعطيها ليش واحد سير ليه مش انت تعطيها الطفله يا مدام هي في سن الرشد راشده الطفله باهي سامحني اش بيه يقول لي كذاب انا ما كذبتوش يقول لك نخدم في الحوت ما قلتلوش تكذب انا حاشاك سي علاء لا يخدم في حوت ولا يخدم مع ابوه لا شيء شوف يا مدام نعم سي علاء الحق نتاع ربي الموضوع نعم معقد شويه الحق من هو؟ شوف سيد من هو سي علاء ما نحبوش يدور بيه ويكلمني انا في الشارع شوف نعم انت تقول في حاجه ويقول العكس هاي البنيه الواضح انها معاه هاي مني قلت لها هي راجده تعرف ما يصلح بها اني لسانها يبعدني يبعدك هذاك حقك مدام لسانها ناخذ حقي هذاك لا حقك منه مدام حقك وبالقانون هذاك بالقانون ونحب نوصل صوتي للسلط اي تفضل كان فما قضايا ما مشيتش ولا عندي رام برشا قضايا شادي كبير وراني تشويق ولا وقع فيهم تاخير ولا كذا راني تشويق بجد هذاك حقك يا مدام سي على راهو حمصوني لا لا ما يحمسك حد انت مواطنه كما التوانسه الكل حقك تشكي وتاخو حقك اما البنيه راشده هي حره انا لسان ولدت استناني عاد باش ما يقعش خلط ولبس البنيه راشده كبيره في عمرها تعرف مع شكون تمشي وتعرف مش مع شكون وراك ما تنجمش تمنحها يا مدام بالقانون كان هي قاصر تنجم تمنح اما من حقك لا يضربك لا يعتدي عليك والقانون يخو مجرى يوصلني حتى لداري الباب داري الفوق راهو سي علاء ما عادش ينجم يجيك للدار ولات سي علاء تواني خارجه من عندك وتو يجيك الخبر منسوسك اللي ما يتهجمش علي ويبدا يضرب فيه وبنيازتني العالم تمشي تروح توا تعلم عليه منطقه الشرطه اللي موجوده نحب وتقدم به محضر مره اخرى اللي انت خايفه لا يعتدي عليك وكذا واللي هو يهدد فيك وتو يقف عند حده نحب نوصل صوتي في الكاميرا للشرطه العوان الامن بجار بيعاون العوان الامن انا متاكد يخدموا في خدمتهم اذا كان فم نوصل صوتي اذا كان فما تهاون انت تقول فما تهاون انا ما نتصور يقول لك سعلي يقول لك كح ايش معناها كح شكون اللي قال لك كح؟ شكون؟ يقول لك كح مش الطبيب نتاعي هو باش نكحني شكون اللي قال لك كان مش الطبيب كح؟ اللي يقول لك كح بخلاف الطبيب قل لي شكون هذا؟ فما دون الطب يقول لك كح اشكون هم اللي دون الطب يقول لك كح اشكون هم سعلا يعاقبوني على الكلمه ما يعاقبك حتى واحد لله اذا كان كلامك صحيح لا كلامي صحيح وعندك الدليل عندي كلامي صحيح لا وعندك الدليل عندي الدليل قل لي شكون اللي قال لك كح الامن لا شكون واحد من الامن قال لك كح وعندك ما يثبت الكلام هذا ما نحط يدي على المصحف ونحلف كان نكذب عليه شوف الباهي والخايف في كل بلاصه لا هو فهم الباهي والخايف داكوردو ينجم يكون كلامك صحيح كما ينجم يكون كلامك غلط لا ينجم يكون واحد على 100,000 يعمل عامله كيما نحلف على كتاب القران تشكي به يعطوش بعض لا يعني لا مدام هنا تتفلت في حقك تشكي به اللي يطلب منك رشوه مهما كان ما تحسش بالضعف
حسيت بضعفي سلمت لا لا كي كل مواطن يحس بالضعف كيف هكا حسيت ما عادش نجم ندافعوا عليه البلاد هذه يعني مراه وحسيت بشيء لا على خاطرك ما تعرفش تاخذ حقك نمشي لهم في الليل الليل يضربني هو نمشي لهم في الليل ياسي فلان ندخل لرسم مركز نشكي انا تعرف كان يصير لي اللي يصير لك مش على خاطرني نخدم في التلفزه خاطر مواطن راني ما نقدش راه واش بيني انا مش مواطن ماني مواطن كيفك مواطن عليها انا ساعات راني نشد المره اللي فاتت شديت في رادار مخالف اقسم بالله خلص تخطيطي مدام شكرا لك على الحضور ويعطيك الصحه عايش كي رحم والديك تفضل مدام ميرسي بوكو شكرا لك نعود مشاهدينا الكرام بعد هذا الفصل بعد الفاصل باش نتذكروا حكايه مريم اللي توفيت الأسبوع هذا بعد ما جرفتها الأمطار وكانت جاتنا الموسم الفارط باش تكرم مرت بوها